اش كاين في قنيطره اليوم؟ كندوزت في مسجد محمد السادس، صراحه من بين احسن البلايص اللي عجبوني، وفرحان باش انني نبارطاجيها معكم. دونك مع اش كاين في قنيطره، استمتعوا ليا بهذا الفيديو. اليوم جبتكم مسجد محمد السادس اللي كتواجد امام اسواق السلام في مدينه القنيطره، واللي تشيد سنه 2012 ميلاديه من طرف جلاله الملك محمد السادس. كيتعتبر معلمة دينية، ونصح اي واحد جا لمدينة القنيطرة على انه يزور هذا المكان. كما كتعرفوا مدينة الدار البيضاء الى زرتيها خصك تزور مسجد الحسن الثاني، اما الى زرتي مدينة القنيطرة فنصيحة مني جي زور هذا المكان. بالنسبة للشكل الداخلي ديال المسجد فهو اكثر من رائع، وهو كيحمل كل ما هو تراث المملكة المغربية، من الزليج، من النقش على القبص، من النقش على الخشب واشياء اخرى. مرحبا بكم في مسجد محمد السادس. مازال كاين بزاف ما يتشاف سواء في مدينة القنيطرة أو في المغرب ككل، دونك خليت لكم الراحة ونشوفوا فيديو آخر بلاصة أخرى مع أش كاين في القنيطرة وأش كاين في المغرب.